فوائد العسل كتيرة ومعروفة من آلاف السنين. استخدم العسل بطرق متعددة كغذاء للجسم أو كمراهم لعلاج الحروق والالتهابات وغيرها من الأمراض. مع مروان رح نتعرف على العسل أكثر، أنواعه، طريقة شيله وفوائده. في أحلى من عائلة نحالين؟ نحن هون بالأرعون عند إلي شارة جوزيف وفادي أبي فارس، هالنحالين يلي أخذوا هالمصلحة أباً عن جد. جينا لعندهم هلا بدنا نعمل حلقة عندهم، شفنا أولادهم كيف هن مشجعين صراحة، فاجأونا لأنه كل حدا حامل العدة ومفصلين لهم تياب على قياسهم. رح نعمل حلقة اليوم عن النحل، على فوائده، كيف منهتم فيه، كيف منشيل النحل، كيف منقطف العسل، كيف منعمل البراويز، كيف نرجع منصفي العسل ومنطلعهم بالمرضين تيوصلوا للمستهلك. هالحلقة أنا كثير مشجع لأعملها، هالمنظر وهالطبيعة الحلوة اللي هون، مشوقين نبلش عند بيت أبي فارس. بدنا نحط إيدنا بإيدهم ونشد على إيدهم ونقول لهم يعطيهم ألف عافية، لأنه عن جد عن جد سيتهم سبقهم بكل لبنان. خلي العسل بجراره لتيجي سعاره، هيدا مثل كتير معروف لحتى الناس ضل محافظة على قيمة العسل وما ينبيع كيف ما كان وما يكون أسعاره متهاودة إذا نوعيته مش منيحة. نحن اليوم مع أستاذ إلي أبو فارس هالأرض الحلوة بدنا نحكي عن أصناف العسل، العسل الشوكي، العسل السنديان، عسل الحامض، عسل زهر الحامضيات. يعني رح نعمل برمي عنده للأستاذ فارس أبو فارس، وهلأ رح يخبرنا شوي عن نحلاته وقديه صار له بيشتغل بهالمصلحة وكم أفير عنده. أستاذ أبو فارس يعطيك العافية. أهلاً وسهلاً. حابين نعرف كم أفير عندك؟ نحن الحقيقة عندنا مربي نحل أكثر من 30 سنة. نعم. لحد هلأ عندنا 1200 أفير. من الربيع للصيف عندنا أنواع العسل من جميعهم، كان حمضيات أو شوكيات وأزهار أو سنديين. بس نحن هون بمنطقة فيها شوكيات وأزهار، وراح تشوفوا كيف نقطف العسل وكيف بنفرزه وكيف بيوصل على عند المستهلك. خبروني مرة كانوا زارعين حد منك سهلة ينسون وعملت عسل، عمل خضة شوي بالمنطقة، شو قصته هالعسل؟ ايه فترة زرعوا شي 300 دلم ينسون، ونحن كانت أول تجربة منحط على ينسون، وكانت تجربة ناجحة طبعا لان الكميه السهل كانت كبيره، وفترتها النحل جاب العسل ينسون بكثافه، وكان يعني طعمه مميز وعطى انتاج حلو. وعطى انتاج حلو. قعد عندك منهم؟ لا والله انتهينا خلصنا قليل. عندي سؤال، كثير ناس بتحب تعرف هالعسل يلي عم يعني يوصل لهم، كيف فينا نعرفه اذا اصلي ولا مش اصلي؟ هسه بالنسبه للعسل يعني نحن بنعرف انه المستهلك عنده عدم المعرفة بالأنواع العسل، وخاصة العسل وقت اللي بيشتري مثلاً سائل بيظل عنده فترة بيجمد، من هالمنطلق بيفكر إنه هالعسل مش طبيعي. نحن بنقول له يعني العسل الطبيعي هو اللي بيجمد، إن كان حمضيات أو أشواك أو أزهار. يعني الأكثرية بيفكروا إنه صار سكر مشان هيك. لا هو شيء طبيعي. نعم. يعني ولهالسبب يعني الوقت اللي بيكون العسل بجمد بيعتبر عن جودته ونوعيته العاليه من الجوده وال يعني والمواد البروتينيه اللي فيه. يعني لازم نقول للناس انه العسل بجمد جايبينه من عند نحيل ابضاي، اللي بجمد مش معناتها انه هيدا سكر، هيدا العسل المزبوط، عسل مغشوش مزبوط، لانه العسل وخاصه الاعسال الاشواك والازهار. هسه عسل السنديان طبعا عمله بيجي من الندوه العسليه من السنديان، ما بيجمدش، يعني بده يكون في من على الشجره تيبلش ايه هي اللي بيسحبوا النحل، هي ابي جمدش. ليش؟ لانه النوع انه فيه شحوب لقاح كثير، بينما الاعشاب بينما العسل الشوكيات بيكون في حبوب لقاح بتساعد على التجمد. هلا بدنا نتفرج على حبوب اللقاح لانه دقناه هون طعمتهم كثير طيبه، كمان شوي حلوه. انتاج الافير ما بيختصرش كمان نحن على العسل، في صارت حبوب لقاح ودنج
وشامع وملكي، فيك تنتج منه كل هذه الأنواع خلال فترة، يعني كل فترة وإلى إنتاج. يعني هلأ ما فيناش عاد نشيل الحب لقاح بفترة الربيع وقت اللي بيكون كثافة الأزهار والنحل عم يجني كثير، فينا نحط مصايد حبوب لقاح ونشيل مصايد حبوب لقاح. تيجي النحله بتغط بعلقه بإجايا، بعلقه بإجايا وبتنزل بعدين نيجي منشيل. صحيح. هلا كمان بدنا نجرب نشوف اذا فينا نشوفهم. بالنسبه للقفران، كل قفص او كل صندوق خشبي كم قرص فيه بقلبه وقد ايه بينتج لنا كم كيلو؟ هو هي القفران هي بسموها لانكستروف، يعني هي بتجي 10 اطارات 10 براويز. نعم. هالعشر براويز بس تنتلي بنحط فوقها واصله. بس العشر البرويز اللي هي الأفير هو هي للنحل مشان نعم. يظل متابع وعايش. الواصله هي لتجميع العسل. قديش يمكن مرات حسب الموسم وحسب الأزهار والطبيعة، ممكن مرات تحط 10 20 حسب الطبيعة شو فيها رحيق. إذا عطل موسم وعندك 10 كم كيلو بيعمل؟ إذا موسم مزبوط وكله ماشي الحال، يعني تقريباً إذا 10 براويز مانين يعني حوالي 25 كيلو. 25 كل 10 براويز 25 كيلو. إيه يعني البرواز المليان في 2 كيلو 2 كيلو ونص، ومرات بيوصل لثلاثة كيلو. حلو، شغلة مهمة كتير. السينك ما راح تشوفه ممكن يكون موجود هاي. وفي لك سوق للعسل عندك؟ عم تقدر تصرف السوق عندك الإنتاج؟ مبدئياً يعني مثل ما تفضلت قلت خلي العسل بجراره لا تيجي سعاره. لا نحن يعني لنا فتره طويله بهالمهنه وزبايننا، يعني عندنا زباين كثير. يمكن وقت اللي بلشنا ب 20 افير اليوم وصلنا ل 1200. طبعا الانتاج كله عم بيتصرف، بس قصة طبعا بهالوضع يمكن غلى الدولار وواحد صار المستهلك صعب يشتري العسل بهالاسعار الغاليه. كان عندي فكرة أنه النحلة البلدية هي نحلة شرسي، فهمت من حضرتك هلأ أنه لا، كانت نحلة منيحة بعدين على التهجين صار عنا نحلة البلدي شوي صار شرس. مزبوط. كيف بدك تفسرنا إياها؟ هي يعني أنا من تقريباً 15 سنة وجيك بلشت دخل على نحلة نحل هجين، يعني نستورد ملكات ونأخذ منهم يرقات ونعمل ملكات جديدة. بس ولكن كان قبل طبعاً كان ما فيش استيراد نحل وملكات، وهاد كان النحل البلدي الموجود بالبلد ضمن البلد، يعني مش خارج البلاد عم يجي نحل. بس وقت البلش يستوردوا النحل صار يتهجم من بعضه، يعني صار يجيبوا سلالات رديئه وغير منتجه. صار النحل يعني الملكي، لانه وقت بتطلع تتلقح ما فيكش تحصرها، يمكن بيجيها ذكور من مناحي الاخرى. يعني حتى لو كنت عندك بذات الافير عفوا كذا نوع، كذا نوع نحل، نوع شرس، نوع ريق، نوع بالضبط. يعني مش انت مش فينا عم نتحكم بتلقيح الملكات، لانه وقت اللي نحن بنتحكم بانتاج الملكي، ولكن بالتلقيح ما فيناش نتحكم. بدك مناطق معزوله، وتعرف لبنان مساحته صغيره، يعني كل 2 كيلومتر بتلاقي منحل او اقل، وهي بدها يعني لحتى تصير تصل لمرحلة بدك مرأة يعني خطة جماعية. صح. مع كل النحالة لحتى نجيبوا النحلة المضبوطة لحتى نصل لنحلة رايقة ومنتجة. الذكر النحل لما يلقح الملكي حيموت، وبعدين هالنحلة الملكي بتضلها تبيض تقريبا 2000 بيضة بنهار بأول الربيع، يعني بس يجي يدفى التأس. قديش بتعيش النحلة الملكة وبعد قديه بتشلوها بس يخف الانتاج البيض تبعها او بتجيبوا الملكة من برا؟ فسرنا شوي كيف بتصير هالخبرة. بس هي الملكة طبعا بقت تعيش 3 4 سنوات، يعني بتعيش 3 4 سنوات، ولكن مع التلوث البيئي ما عادش تعيش يعني اكثر شيء الملكة عاد تعيش بالافير سنتين. بعد سنتين يعني اذا ظلت، حتى لو ظلت طيب الافير، نحن بنشيلها وبنحط ملكة غيرها. لا لانه ما اللي راح اطشك هون الملكات عم تجيبوا من برا او من لبنان؟ لا الملكات كنا نجيب، يعني وقت البلاش متهجين نستورد بعض الملكات، ما نعرفش شو منين. نعم. سلالتها وشو. انا عرفت انه في ناس بلبنان عم تربي نحل. مع انشاء محل التلقيح جولدن كوين صرنا نجيب من عنده، يعني ليش؟ لانه هو بلقحها اصطناعيا، بيعرف من اي ذكر الملكي حطتها،
بيعرف النوعية وبيعرف السلالة. ولهالسبب يعني صرنا ناخذ انتاج اكثر ونحل هدوء اكثر وحتى مقاوم للفروة اكثر. حشرة الفروة يلي بتعيش على جوانح النحل بتكلها جوانحها بتبطل تطير، بصير عندها مشاكل، كيف عم بتعالجوها؟ بس هي المشاكل بالنحل هي اكثر شيء، هي حشرة الفروة اللي عم بتأذي النحل. في مثل مصايد لها بقلب الافران بينحطوا ولا لا؟ هي حشرة تنقل من نحل الى نحل يعني. نعم. حتى انت نحن هون يعني بنناشد وزاره الزراعه بقت تعطينا بعض الادويه لتنداوي النحل، لا لانها بتوزع جماعيا، وقت اللي انت بتداوي جماعيا بتخف الحشره، ولكن الى فتره اكثر من 3 سنين مش عم بتوزع يعني. صرت انت اذا مداوي منحلك هون ومنحل بعيد عنك مش مداوى بيعود يعدي لك منحلك، بدك تجيب لحضرتك ولا جارك يعني. فلهالسبب بقت الوزاره بتداوي، تعطي كل النحلين وداوي بفتره معينه يعني فلهالسبب تخف. هسه هاي الفتره يعني كل واحد عم بيداوي على هواء، وبالاضافه انه كل واحد عم بيجيب دواء فعال وفي دواء غير فعال وبالاخر يعني. فلهالسبب ما عادش يعني، صار يمكن مرات بتداوي المنحل بعد فتره بتيجي بتلاقي الفروه، بين وقت اللي بنداوي جماعيا بتلاقي فتره على الاقل 6 اشهر ما عادش شفت الفروه بالنحل. أكيد صوتك هلأ وصل لوزارة الزراعة، رح نشكرها مسبقاً لأنه أكيد رح تهتم بالنحلين يلي نحلة أساس العالم كله طبعاً. أنا بدي أشكرك، بدي أعمل برمي معك، في شيء بدك قلي إياه بعد؟ طبعاً يعني نحن نقول يعني خاصة للمزارعين يعني، نحن إسا هون صحيح قدام النحل وجايين نقطف عسل، بس مش النحال لوحده عم يستفيد من النحل، كمان المزارع عم بيستفيد من أكيد النحل. اكيد للتلقيح، لانه عنده التلقيح تقريبا 70% من المزروعات والاشجار عم بيلقحها النحل، وهي هاي عم تعطي جوده بالثمار وبالنوعيه وبكل شيء بكل يعني. مثل ما قال اينشتاين، اذا ما في تلقيح ما في نحل، واذا ما في نحل ما في نبات، واذا ما في نبات ما في انسان. صح. فلهالسبب نحن بندعي، وخاصة في كمان نحن المزارعين، انه يتعاونوا مع النحالين، لانه نحن وقت ننزل نحلنا على الجنوب بفترة الازهار بيصيروا يرشوا المحاصيل الليمون، يعني بدها تنسيق بين المزارع والنحال طبيعي، لانه نحن عم نستفيد وهو عم يستفيد كمان موازي لنا او اكثر، وخاصة بتصور العسل الشوكي، لانه كمان ناس كثير عم بتريش تحرق الحشيش، كذلك عم بتراجع الانتاج عسل الشوكي، عم بتراجع نوعيته، بس كمان وقت كمان عم بيرشوا الاعشاب عم بيحرقوا الاعشاب. النحل خاصه بانطلاقه الربيع النحل عم بيجيب حبوب لقاح ورحيق، كمان بنلاقي النحل بتراجع كثير جدا لورا بدل ما يكون تقليعته قويه، وهي السبب كمان عم بيؤدي الى موت النحل وموت الافران. انا بدي اشكرك. عالم النحل والعسل شغلة كتير كبيرة، رح نروح نقطف العسلات هلا، رح نشيل البراويز ننزل نحطهم على الفرازة لحتى نشيل العسل على جنب ونعبيه بمربين، وهيك بنكون عملنا هالبرمة الحلوة، ونحكي شوي صغيرة كيف الطريقة للشيل العسل وكيف الطريقة اللي بيهتموا فيه. لشيل العسل بيلبس النحال اللباس الخاص اللي بيحميه من لدغات النحل. نحن عم ننفخ على النحل شوي طيضب على بعضه تما يعبي علينا كثير، وهلا عم نشيل القرص تناخده على الفرازة ونشيل منه العسل ونعبيه بمرطبين. هلا عم نشيلهم عن بعضهم، هلا عم نشيلهم، اذا نهول رح نتركه هيدا رح نتركه الفيول بعده، هذا العسل هذا فيه هون هالمير، شفنا القرق هيدا رايحين هلا لحتى نشيل عنه العسل. هو في ولد، هي ولد نتركه لحتى يطلع الولد هلا. هيدا فيه ولد يعني، بعد فيه
ليطلع النحل ليطلع النحل منه لحتى ناخذه على العسل نقفه مرة ثانية. هذا شو وضعه؟ هو واصل لهونيك هي هي يلا هو هيدا مسكر كله هيدا مسكر كله فينا نقطفه ناخذه على الفرازة بس هي خلص نضج انه صار وهيك ذلك وهيدا كله كمان مسكر فينا ناخذه على الفرازة ونعبيه بمربين نفرزه بعدين اكيد بدنا نفرزه بالاول لننقل لغير افير رح ننتقل لغير افير هلا كمان رح ننفخ من تحت هي بيحط علي الصورة نرجع لننفخ من فوق لحتى النحل يعطي لحتى النحل يضب على بعضه بالقفير ميل التحت ويصير عنده هدوء وبيهدى بس ننفخ عليه الدخنة بيفكر فيه حريقة بيجمع على بعضه وبيهدى مثل ما شفنا خلينا نقرب لهم اياها بس شوي خلي غيره هيدا فيه أكتر كمان على الفرازة عجري بشيل واحد أنا عم خلي ارجع شوي خلي هاو فين ويل فوق 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 شوي فوق 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 شفنا النحل كيف عم بيعبي علينا هلا لأنه خففنا النفخ يعني هدي هدي شوي شيل هيك شيء فوضوا شوي شوي هاو النحل مثل ما شفنا القرص كله مليان رح يروح هلا على الفرازة تيتعبى خليني انفخ لك تضلك مرتاح مثل ما شفنا النحل فيع رح نفخ شوي على الكاميرا طي نقدر نقشان نصور لا يعني هو خلص بالضروري على الكاميرا خلص جيب طابل وجيب طابق لسه بعد في رح ننقل بعد على واحد على قفير ثالث خذها حطه حاد يوم ايه بعده تشرح لنا ليه حاطط هيدا البلاستيك على الكاميرا؟ هي بنحطه فوق الافير بس لك بلش النحل يسكر فيه البروبليس دانج نحطه فوق الافير لحتى يسكر عليه النحل دانج ونقعد ناخذه والماده اللي بيفرزها بيرجعوا بيستعملوها بنحطها بالبراد ونقعد نشيلهم بيكون طري بتقسى بعدين بنقعد نطعجه هيك بيهروا بناخذهم بصيروا بروبليس للدانج فيك تاكلهم فيك تستعملهم للجروح على نعم هلا عندك يعني منهم جوا رح نشوفهم بس ايه في عندي منهم ايه هيدي بالعتله هلا عم يشيل القفص كمان مثل ما شفنا هيدا مليان اسم الله شيل هي هيدا وزنه كيلو 800 جرام قد ايه وزنه؟ فوق 2 كيلو هيك قد ايه؟ اكثر 2 كيلو هاد 2 كيلو وشوي حبي قلنا وزنه 2 كيلو وشوي 3 هي 3 كيلو اوكي قد ايه هي؟ فيه 2 كيلو ونص 3 كيلو هذا فيه بحدود 2 كيلو ونص 3 كيلو اذا بتشوفوا النحل هلا كيف عم بفوع هون يعني شعور غير شكل صراحة ما في خوف أول شيء كنا هيك شوي عتلانين هم بس أكيد هلأ حسيناها شغلة كثير حلوة كثير مشوقة نقطف العسل ونعرف العسل خفيف يا يوم هيدا خفيف هيدا ما فيه كثير هيدا بالآخر يوم هيدا فاضي هيدا ما فيه خلينا نفرجيه النحل تحت ايه هيدا تحت فينا هلأ رح نفرجي النحل بالكادر التحتاني هذا الولد هسه هون ولد هيدا مش للقطف لا هيدا مش للقطف هيدا مش للقطف هيدا بيبقى بس للنحل ليش بيبقى بس للنحل؟ ليتغذى منه؟ هسه العسل اللي على الجنب هي ولد هي مش عازي ولد هي النحل هي بده يضل تابع مستمر هيدا الجيش اللي هون ببيضوا وبيرجع بيطلع الافواج من تحت هي العسل حبوب اللقاح خليني احفرجيكم عليهم
يعني هون رح يفقس كل وحدة بتفقس هي نحنة عم تطلع. أيوة. إذا فينا ناخد هيدي الصورة لكن نحلي كيف عم تطلع هون. وهي الأصفر حبوب اللقاح. هي الأصفر الأصفر حبوب اللقاح. وهيدا البولن هيدا البولن هي الأصفر. البولن رح نشيل النحلات شوي. شوي شوي. هو حبوب اللقاح يلي بيكونوا بالزهرة بيعلقوا على إجرين النحلة وبتجيبها معهم. بيغذوا عليهم اليرقات وال. بيغذوا عليهم اليرقات وبتجيبها معهم على الأفير. ما بدنا نفتح شي واحد؟ ليه يلا نفتح واحد. يا ريت عندي كاميرا صور الشباب من هون كانت شغلة كبيرة. لازم تصوروا بعض لتشوفوا. لا خلينا نصور بس قبل ما نفتح. بدي اشوف اذا كان هذا. لك هي بلش يبني علي شوف الواحد هي امبارح حطيته هون رح نصور الافير هيدا الجديد بس نفرجيهم الاصفر بعده هي انه انه بعد ما سقعتش الدنيا بلش شوي بلش يحط يعني له نهارين هي بلشوا يعملوا الماده اللزجه الصفراء شايف لك بلش بس بعده هي له نهار بعد بلش يحط هاي الدنج بعد قد ايه بتصير كلها صفراء خلينا نفرجيها يعني شيء بده شيء جمعه 10 ايام بيعمل هلا رح نرجع نشيل الأقراص ايه على جنبه مثل ما شفنا اسم الله مليان موسم كتير منيح نعتبره بشهده هي بشهده هيدا العسل بشهده بيشيل مثل ما هو بينحط بقلب مرادبين او بقلب تبروات وبيرجعوا بيقصوا منهم الناس وبياكلوا منه كيف ما كان عم نحكي هون وزنها 3 كيلو 2 كيلو 800 جرام مثل ما شايفين قرص مليان اسم الله هي شيل هي شيل هيك نفخ 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 هذا كمان يعتبر بشهد وكمان قلبه هيك اللي بين اصفر بينعرض بس اشقر يكون بس هو حط بس يكون اشقر هيك قلنا احنا بنشرب بشهد بس يكون هيك اشقر يعتبر عسل بشهد بهي القطعه البلاستيك البيضاء حناخذ البروبلس نحن يلي بيستعملوها لكتير اشياء للحروق للادويه لكتير اشياء طبيه وبذات الوقت حكينا على الافير النحل كيف بنقطف العسل منه وكمان فرجينا كيف بنشيل البولان الحبوب اللقاح الصفراء يلي شكلها بشهي وطعمتها كتير طيبه شفنا كيف قطفنا العسل هلا بدنا ننزل على الفراسه نفرز العسل نعبيه بمرضين كمان نشوف فرق الالوان بمحل مرعى النحل يلي بيكون حمضيات شي على الشوك شي وعلى السنديان بيكون لونه غامق شي تالت هلا رح نتوجه لتحت كانت شغله مشوقه شغله كثير حلوه نتمنى كل شخص يجربها كل اللغات غنوا للعسل عسل بشهدو هيدا العسل بشهدو نشوف لونه أشقر هيدا العسل ما بنقشطه على القشاطة لأنه شمعه بعده جديد حنرجعه محله حناخد الشمع قرص العسل يلي فيه شمع لازم نقشطه اللي هو مثل هيدا مثل ما لاحظتوا الكوش تبع الشمع لونه غامق هيدي لازم نقشطها رح نقرب على القشاطة هون ركبناها على المكنة اللي بتقشط الشمع من الميلتين لحتى لأنه إذا حطيناها بالفرازة إذا الشمع موجود ولا يمكن العسل يطير من القرص تبعوله مشان هيك هلأ نحن رح ندور المكنة نقشط العسل نقشط الشمع من الميلتين تنقدر نمرق العسل على الفرازة هيدي هلأ رح ندورها
رح نبرم مثل ما شايفين، رح ننزلها على البطيء لنشوف كيف عم بقشط العسل. هيدا الشمع شلته على ايدي تيبين، هيدا الشمع حيضل بالمكنة هون، يرجع بعدين بيتصفى العسل منه، بيضل الشمع على الوجه، بيرجعوا بيعملوا لهالشمع ريسايكلينج ليحطوه بقلب القرص ويرجع العسل النحل يعمل عسل عليه عن جديد. رح نزل واحد تاني كمان مثل ما شفنا على اللون، لون الغامق بنحطه على القشاطة، بنرجع بنحطه على المكنة. وبنرجع نبرم المكنة مثل ما شايفين، العسل عم ينزل عن الميلتين، الشمع عفوا عم ينزل عن الميلتين وعم يتجمعوا تحت تنرجع نعمل عن جديد. كمان هيدا قرص نحن هلا عم ننقيهم. لحتى ناخذهم على الفرازة نعملهم هيدا كمان الشط. رح حط هلا بعد برواز ليكون عندنا كمية نقدر نشيل عنا العسل. كمان مثل ما شفنا برجع بذكر انه لانه مسكر كله بالشمع ما رح يمشي على الفرازة، مجبورين نحن نرجع نحطه على هالمكنة لنقشط الشمع. خلصنا القشط كل شيء شمع عن البراويز، هلا بدنا ننتقل لحتى نمرق العسل بالفراسة لحتى نعصره ويطلع من تاني ميل بقلب المجامع. وصلنا للمرحلة الأخيرة وهي فرز العسل بالفرازة. خلصنا القشط، هلا بدنا نروح على الفرز. الفرز نحن هالمكنة مقسمة كل سكتور بتساع 7 براويز، بدنا نحطهم موازين لبعضهم، يعني ما فينا نحط برواز خفيف برواز ثقيل، بنحط مقابيل بعضهم البراويز الثقال ومقابيل بعضهم البراويز الخفيف لحتى بس ندور فرازه ما تصير ترج ويصير فيها مشاكل. رح نبلش نحط هالبراويز. اول شيء بنطلع هذا برواز مليان يعتبر ثقيل، بنحطه بمحله هون دغري. كل برواز له فرزة رح يركب فيها، رح نقسمهم 7 7. هذا برواز خفيف رح نحطه تاني ميل لحتى ما يصير فيه مشاكل بالمكنة وتصير تهز. نرجع على البراويز دايماً، هيدا برواز كمان شكله تقيل رح نحطه بميلة التقال، رح نضل نثبت البراويز تنعبيها كلها سوا. هذا البرواز عم نشيلهم عم نحطهم دغري بالمكنة بالفرازة، رح ندور الفرازة بس نخلص منسكرها، ورح ندور الفرازة وبعدين بينشال العسل منها، يرجع العسل بيتاخد على المصافي منصفيهم منعبيهم بالمربين بيروحوا دغري للمستهلك. البروسيس يلي عم نشتغلها كتير حلوة، ما بتقدروا تخيلوا هالشعور الحلو كيف واحد عم يشتغل بالعسل بالنحل، قد ايه صرفنا وقد ايه حرقنا او حرقنا كالوريز بهالشغله هيدي، يعني رياضه وقطف العسل بوازوا بعضهم. انا بالنسبه لي أخيراً صار العسل جاهز لنعبيه بالمرطبين ويتوزع بالأسواق. قشطنا، فرزنا، عملنا على الفريزر، نزلنا العسل، هلأ
حطيناه هون تيصفي، بعد ما يصفي بنعبي دغري بالمرطبين. هلا راح اعبي دغري قدامكم. مثل ما شفنا العسل عم ينزل، شكله بشهي ولونه كثير حلو، هيدا عسل الشوكي. هيدا العسل يلي معمول 100% بدون اي مواد حافظه، بدون مي وسكر، بدون الاشياء اللي بيحطوها للنحل يلي بتعطينا عسل مش نظيف. عبينا من اول وعاء يلي هو هلا عم نصفيه، شفنا لون العسل شوي هيك فيه ديبيول صغار، هلا رح نعبي من عسل مصفيينه امبارح وحنشوف كيف اللون حيكون. لاحظوا كيف اللون انقى لانه هيداك بعدنا هلا عاملينه. هذا لون العسل المصفى اللي له يوم 24 اكثر من 24 ساعه مصفى. ليكو هاللون الحلو، هيدا عسل لبنان لازم نفتخر فيه. عندنا نحاله بلبنان بترفع الراس، لازم نحن نشجعهم، لازم نخليهم يحطوا افران النحل بقلب بساتيننا حتى اول شغله يساعدوا على التلقيح بقلب البساتين، وهن كمان يطلعوا نحلاتهم. بغير بلدان بيترجوا النحال يجيبوا النحل اللي عندهم تيصير عندهم تلقيح بقلب بساتينهم. بدنا ننتبه كثير على العسل، في عسل كثير مخشوش بيجي من برا بينباع بلبنان على اساس عسل بلدي. بنفتخر بعسلنا، بنفتخر ببلادنا، بنفتخر بإلي ابو فارس النحال اللي كثير مهم، النحال يلي كل الأرعون والبقاع وبيروت بيعرفوا فيه. نحن بنشكر النحال إلي ابو فارس، بنشد على ايده، بنقول له يعطيه الف عافيه. حبوب اللقاح يلي النحل بيغذي عليها اليراكات، نحن كمان كنحالين عم نعمل له مصيده صغيره، في لهم هالمصيده يلي كلها لها مهاري بتقطع قد النحله وبهر منها حبوب اللقاح لنقدر نستعملهم لحياتنا اليوميه او بحياتنا بالاكل بالمغذيات. لنا حبوب اللقاح ما بهروا 100% من النحل، تنترك نحن مجال للنحل الصغير يتغذى عليها، للبويضات، للاول ما تبلش النحله تفقس تطلع وتتغذى عليها. نحن بنرجع بنجففهم بهالمكنه ليكونوا عندنا اياهم خاليين من رطوبه، ونقدر ناخذهم كحبوب مبرغله ناكلهم ما يزعجونا وما يكونوا رطبين كثير. ها هي المكنه، نحن جففنا هلا حبوب اللقاح هون مثل ما شايفين بالجوارير كيف حاطينهم، صاروا بطلوا رطبين، صاروا حبوب نحن نفصلهم عن بعضهم. هالمكنه يلي فينا نجفف فيها غير حبوب اللقاح كمان، بس نسكرها نحن مندورها، حتعطي حرارة معينة على وقت معين تقريبا بين 12 وال 15 ساعة على حرارة معينة، نقدر نشوف الحرارة كيف عم تطلع، نقدر نفتح من هون تشوفوا قديش نسبة الهواء اللي عم بيطلع ونسبة الحرارة. هيدي حبوب اللقاح يلي كثير منلاقيها بالسوق، نحن بنستعملها تتساعدنا تضل بصحة منيحة، كمان النحل اللي بيستعملها تيتغذوا عليها اليراكات الصغار ويعطوا انتاج نحل بسيط.